إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذا حسم الأمر سهل. يعني واحد يقول لي الآن موضوع الصلاة، لا داعي إنك تقول للإنسان عن ترغبه بالصلاة. الصلاة عبارة عن تمارين، والصلاة عبارة عن حيوية، والصلاة عبارة عن العلماء قالوا في الطب إن الصلاة كذا ولا كذا. وين رايح أنت؟ قاعد تسوق؟ لا لا، الصلاة يكفي أن خالق الوجود كله سبحانه وتعالى أمرك. لو أن صديقك الذي تحترمه وتعزه قال لك وأنت جالس قم، لم تتردد أن تقوم لأنك تحمل من الاحترام ما تجعل هذا الأمر قابل للتنفيذ دون أن تسأله عن تبرير وهو لم يفعل معك شيئا لكنك تثق به؟ فكيف لو كان قد خدمك بخدمة قبل ستقوم بسرعة، لو قدم لك خدمات ستقوم وتقف حتى يقول لك اجلس. فكيف ولله المثل الأعلى، فكيف بالذي خلقك وسواك وعدلك وهداك ورزقك مالك وولدك وحياتك وموتك ونشورك ووعدك بجنة ورحمة؟ يا جماعة أبدا نستحي من الله عز وجل. فمثل هذه الأشياء، من هذه الأشياء يعني من الاحتراز، الأشياء الاحتراز أيضا لا تنظر للموضوع على أنه نقاش فكري ولا حوار، والله في قاعة، نحن عبيد لله عز وجل، نستحضر معنى العبودية لله عز وجل التي تجعلنا نقول سمعنا وأطعنا دون أن نجد في أنفسنا حرجا مما قضى الله ورسوله. هذا أمر. الأمر الآخر الابتعاد عن الخرافة أيضا. الأمر اللي بعد ذلك اللي هو أن يحسم الإنسان شأنه بنفسه لأنه ولد منفردا وسيموت منفردا وسيبعث كما، لكن كل إنسان أبو حازم، كل إنسان خرج إلى الدنيا فردا وسيدخل القبر فردا، ما أدخل مع أحد، وسيبعث فردا وسيحاسب فردا. إذا انتبه لملفك ولا يشغلك الآخرون عن ملفك، احسمها أنت ولا يضيع الوقت. العمر قصير، لا يضيع الوقت في القيل والقال، فقد أضاعوا أوقاتهم في القيل والقال وندموا آخر شيء. الشيء الآخر، بعض الناس يقول أنه كما قال الرازي اللهم إيمان كإيمان العجائز. ما هو صحيح، ما هو صحيح. الرسائل السماوية، الوحي ما جاء لإيمان العجائز، جاء لإيمان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الإيمان الذي يصمد أمام الامتحان والابتلاء. قد يكون إيمان العجائز أحياناً عند أول ابتلاء وأول فتنة صالقة حالقة ولا شاقة ولا غيره. فإذا إذا كان المقصود إيمان العجائز فقط فليس هو المطلوب. المطلوب هو الإيمان، إيمان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لن نصل إلى إيمان النبيين طبعا، لأنه الإيمان كمال هذا لا شك، لكن على أقل تقدير أن الصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا أنا ذكرت حقيقة مجموعة حوالي 14 يعني نقطة من المنطلق. الشيء الآخر موضوع الفلسفة، لا نستوحش من الفلسفة ولا نحملها ما لا تحمل، ما لا يعني تحمل. الفلسفة علم، فن من الفنون، ليس واجب التعلم، لكنه أيضا ليس صحيحا أن الفلسفة يعني مراسقة للإلحاد أو أن الإلحاد عبارة عن مطية الفلسفة وناس مطية، ما هو صحيح. الفلسفة أول ما نشأت عند اليونان نشأت لمحاربة الشرك، هذا شيء موثق، أنها نشأت أصلا لرعاية الدين، نشأت لرعاية الدين والأخلاق أول ما نشأت صور. ثم بعدين عاد بدأت الأفكار تأتي هنا وهنا وهناك، ثم صار عند الناس انطباع أن الفلسفة هي المشكلة. طبعا الفلسفة إما أن يقرأها الإنسان قراءة متعمقة ولا لا يقترب من الشواطئ، لأنه كما قالوا عبارات كثيرة أودها هنا أن الفلسفة يغرق الإنسان في شاطئها وينجو في لججها وعمقها، يعني يغرق في الشاطئ أول ما يقترب منها يغرق. ليش؟ لأنه مثل ما قال أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي أول ما بدأ يقرأ في الكلام والفلسفة هو نفسه يقول ضعف وضعف، هو نفسه اعترف بهذا، ثم بعدين يقول أني إيش استدركت وكذا إلى آخره. فالفلسفة إما أن يقرأها الإنسان فعلا ويتعمق فيها ولا ما له داعي، تراها ليست من ضرورات الحياة. جميل. الحقيقة الوقت مضى سريعا وشوقتنا للغوص في الكتاب، ولا نكتفي بالشاطئ اللي هو قراءة العنوان. الله يعينك. أنا أترك المجال
زملائنا الحضور، جزاهم الله خير على حضورهم اول شيء ومشاركتهم. واذا كان في احد يبغى يداخل او وجه سؤال للشيخ للاستاذ محسن عن الكتاب فتفضل. مشكور والله، الاسئله كثيره الحقيقه. انا بتكلم حقيقه والدكتور ماجد الموزان، ويمكن تصرفهم طبعا، انا كنت اصرفهم لكن تعمدت اني اتكلم اول واحد. انا اصر منك. لا انا الحقيقه بدات الكلام بشكر الدكتور محسن. الدكتور محسن لا احب المدح في الوجه، هو يعرفني. سياستنا وحده، سياستنا الصراحه. انا اشكر الرجل على ما يقدم ويقدم. ولي اسئله اخرى لكن انا حبيت اتقدم بس بالشكر اولا. ما بنا من نعمه فمن الله. اللهم لك الحمد. كفيت على الشكر. لا انا عندي اسئله بس انا بدي. لا ما كفيت، احنا جايبين لكم نبيكم تحرجون وما نبيكم تشكرون. لا انا عندي اسئله لكن انا اعرف ما جبت الا معارض، ما في واحد مؤيد. جزاه الله خير عشان يحيينا من احسنتم. تفضل ابو حازم. الدكتور ناصر رشيد مع استاذ الدكتور جزاه الله خير. يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. انا ودي اشكرك لو سمحت. انا كنت اتمنى أن الوقت أسعفني لكي أقرأ، لكني خلصت بعضا منه، والحقيقة سأبدأ بالعنوان. وإنك على الحق من جوال آية القرآنية والختم ودي له الصورة. فأنت هنا إنك على من هل هو أنا أنت؟ هل هو البشرية؟ أنك نحن عرف انه لغزي، لكنك انت يا محسن عوان حينما اخترت هذا الخطاب من تخاطب؟ تجيب ولا اعطيك مجموعه؟ لا 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 كما تحب. هذه واحده. اثنين لا لا صحيح. لا لا هذا كلام جميل. رؤى تاصيليه. نعم نعم كلام جميل. ما الان الجواب ان شاء الله؟ رؤى تاصيليه. ما تقصد رؤى تاصيليه؟ وما هو مراجعك بالتاصيل؟ لا لا هو لا اسمع، انت تناقش الان هل تقصيرك او هل انت تعود الى مرجعيتك هي الاسلام؟ هل مرجعيتك هي القران؟ انت تقول تفكك الالحاد. انت من هذه العبارات لانك تريد ان تفكك الالحاد في رؤاك نبوءات التفسير. جميل ولا لا؟ والالحاد اصلا لا يؤمن بالقران. ما الحد، ولذلك الملحد لا يستشهد له بآية، لا يؤمن بهذه الآية. وهذا موقف سهيل بن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سنتين لما بدا يكتب بسم الله بسم الله قال ما اعرف الرحمن قال لا يقرا اليمامة قال من محمد رسول الله. كان محمد لما جاء رسول الله كسر كنا نحن اتبعنا. هذه انا هنا اسئله عاد ولا فيها خلص عشان ما ينساها لان وياك انا بشتغل الان الجوله الاولى اذا كان في جولات. نعم جميل. ومين اسئله تشكيك بس اطمن. بالعكس اسمح لي ابو هشام قبل ما تبدا بالجواب، نبي جولات وصولات في الكتاب. عندك تويتر، عندك الفيسبوك، عندك البريسكوب. طيب جميل. نبي الشيخ ابو هشام ما يقف نفسه من الردود. جزاك الله خير. طيب انا اجيب على السؤال الثاني وارجع للسؤال الاول. طيب انت تقول التفكيك والمراجع، اولا كنت اتمنى العنوان انك قرات الكتاب. لانك لم تقرا الكتاب. ماشي. لكن اريد ان اقول لك انه لما بدات التاليف اصلا ما كان في بالي العالم الاسلامي الوحيد اطلاقا. وبالتالي فانا ما خاطب المسلم، خاطب الانسان. لان الالحاد قضيه عالميه وليس قضيه العالم الاسلامي. واشد من يروج ويسوق للالحاد هم العالم الاخر، ما هو المسلم. كيف يكون على الحق؟ طيب لحظه. المخاطب انه المؤمن بوجود الله عز وجل الذي اطمأن، وعلى الاخص المسلم اللي جاه الوحي يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو منزه عن الشك ومنزه عن 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 الوسوسه.
يخاطب الله عز وجل بعد كل هذه الآيات والقصص ويقول له إنك على الحق المبين، فأنت يا من تتبع محمد صلى الله عليه وسلم اطمئن واعلم أن ما عندك من الإيمان واليقين لحول الله فأنت على الحق المبين أيضا مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مسألة المراجع أو حازمة اللي رجع إليها من الآن والأعلام الذين استشهد بآرائهم وأفكارهم، لا يشكل المسلمون ولا 10% عشان تكون بالصورة، والرجوع إلى المراجع الأجنبية أيضا موثق. ويهمنا خاصة من الناس الآن تخاطب بلغة الغرب، يهمنا أن نأتي برسالة من الغرب وخطاب من الغرب يدعض الشبهة أكثر مما نأتي بخطاب من منبر الجمعة. أنت ما عندك مشكلة مع المصلين اللي عندك، عندك مشكلة من الخطاب اللي جاي من وراء لما يجون مثلا أزمة الأوروبيين في العصور الوسطى، أزمتهم مع رجال الدين أزمة حقيقية، يعني الذي لا يكفر بالإله الذي يصفه رجال الدين في العصور المظلمة هذا ما هو بسوي، لأنه الإله الذي يوصف بتلك العصور لا ليس كما قال الله عز وجل لا أعبد ما تعبدون، وكما قال إبراهيم عليه السلام وقوم إن براء منكم ما تعبدون كفرنا بكم وبدأ بينكم حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا القضية قضية إنه تفكيك، محاولة تفكيك ظاهرة الإلحاد ليست مقصورة، بل إني ذكرت يا أبو حازم حدثت عن فلاسفة المسلمين أنهم أقل الناس معاناة. لماذا؟ لوجود القرآن محفوظ بين ظهرانينا. وأقل الناس معاناة هم، لأنهم كلما استوحشوا لجأوا إلى هذا الظل الظليل، هذه الدوحة المباركة. ولذلك المشكلة ليست في المسلمين بدرجة أولى بقدر ما هي عند غير المسلمين، ويحاول من يسوقها ظلما وعدوانا عند المسلمين. فهذا المقصود بأنك على حق المبين. أنا أخاطب الفرد، أخاطب نفسي لكي أطمئن بأن التساؤلات التي تحصل وتحدث بين الإنسان ونفسه حينما يلتحف الفراش لوحده ويبدأ الحوار، معترك الحوار بينه وبين ذاته، الحوار السري الصامت حينما تبدأ ويحتدم هذا النقاش، أريد أن أذكره بأن هذا النقاش هو على شيء ثمين يغلق الإنسان عليه، وبالتالي هو يعني يدافع ضد نفسه، يحاول يبرر، يحاول يبرهن، يحاول يثبت أمام نفسه مو أمام الآخرين. أنا أريد أن يعني أرتب له هذا البلسم الذي وجدته في الأديان السماوية جميعا، ليس في الدين الإسلامي فحسب، لأنها كلها من مشكات واحدة. في الأديان السماوية ما يقال لك إلا ما قال فيه الرسل من قبلك، إحنا نعرف إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، يعني المسألة وحي واحد. كل الأديان تطمئن الإنسان، كل الأديان تثبت وجود الرحمن، كل الأديان لا تتعارض مع الفطرة السليمة. كل من زعم غير ذلك يعيش هذا الصراع، فإذا اقترب أجله بدأ يتراجع ولكن هيهات. فإذا يا أبو حازم المقصود بالتفكيك هنا هو محاولة خلق ما استقر عند الناس بأنه عرف أو حقيقة لإثبات أن الحقيقة خلاف ذلك. والله ما وجدت أثناء البحث ولا شبهة عند أي فيلسوف مما ذكر أسماءهم هنا على الأقل، أو من الكتب التي دونت ووثقت، وأنا حرصت على الكتب الموسوعية في الفلسفة التي تختصر لنا يعني كثير من الأفكار بدل ما أروح أقرأ يعني عدة كتب، ما وجدت أحد اتكى على شيء. وجدت أنه كلما تميز المفكر أو تميز العالم كلما لجأ إلى الله واعترف بقدرة الله عز وجل، واعترف بوجود الله عز وجل، واعترف بضعفه. وأينشتاين يقول يجب على العقل البشري أن يتواضع، أن يتواضع أمام قدرة الله. في النهاية لن يكون له أمام خيار إلا الاستسلام. عبد الله في شاء أم أبى. لا تخرج عن نقطة أبي حازم، بس نقطة يعني نكملها يعني ندهس شوي على أبو. بس على كلام أبو هشام. امتداد كلام الدكتور ناصر الآن في موضوع تأصيل التفكيك، ترى أن يقوم بهذا تأصيل التفكيك في ظاهرة الحال شخص مش عارف في العقائد. نعم. بس أبي تزين الجواب. جميل جميل.
وانت الحقيقه متخصص في شيء اخر، صحيح انك تمتاز بانك رجعت لمراجع غربيه وانك تخاطب العقل الغربي، صحيح هذا عرفنا، لكن لما لم تاتي معك شيخ من المشايخ المتخصصين في العقائد حتى تكمل هذا الشيء للمسلم وللغير، لا سيما ان هذا الامر امر حساس وامر فيه الغام. أول خطوة خطوتها أن أبتعد عن المشايخ الذين ذكرت، هل ذكرت؟ لأنهم أحد هم أحد أسباب بحسن نية أحد أسباب هذه المشكلة، ليس تقليلا لعلمهم ولا لقدرهم ولا لمقامهم، ولكن لأن هذا الأمر ليس موعظة، هذا أمر. الأمر الآخر، تقول يا أبو عبد الله التخصص ولست متخصصا، اعتبر الإنسان الذي يقدم لك اعتبره إما هدهد سليمان الذي قال حقد ما لم تحقده، وهو طير أمام نبي، فلست بمقام الطير والحمد لله، بل كظم من الله لست بمقام النبي أنا. خليني أكمل، خليني أكمل يا أخي، هذه نقطة. النقطة الثانية نبينا صلى الله عليه وسلم حينما جاء الحق، حينما أقر الحق من شيطان أبي هريرة، هل سأل عن تخصص شيطان أبي هريرة وشهادته العلمية؟ هذا أمر. الأمر الآخر، أنا درست الشهادات اللي أتحدث عنها في تخصصي، وأخذت على الشهادات لا تعدل عندي قطمير، كل دراسة الدكتوراه والماجستير 6 سنوات، وأنا أقول لك أني أمضيت ما يقارب ربع قرن محتسبا في مثل هذا الأمر، أفلا يشفع عند مثلك ومثلي ومثل آخرين أن مثل هذا قد يصل إلى شيء من الحق، ولا أزعم بأني أتيت بالحق يعني كله. فمثل هذه العقد النفسية أرجو أن نتحرر منها، الحق ضالتنا، أياً كان من يأتي بالحق حياه الله، نحن بحاجة إلى ما عند الآخرين، لا نقصيهم ولا، لكن قضية أننا نجامل أنفسنا ونزعم بأننا نعالج مشكلة ونحن نجامل أنفسنا قبل أن نجامل الآخرين الذين هم قد يكونوا أعقل منا وأكثر اطلاع منا وأكثر يعني إدراك منا، هذا أعتقد أنه من أسباب هذه الأزمة. فنحن يجب أن نكون أمناء وصريحين وشفافين واضحين مع أنفسنا قبل أن نكون مع الآخرين. أريد أن أكمل وأحفظكم. فالقضية أبو عبد الله، أولاً لم أقول أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنا أقول هذا جهد المقل وجهد الضعيف الذي يريد أن يثير هذا الموضوع لكي يكمله الآخرون. وقلت لكم في بداية حديثي قبل أن نبدأ بالنقاش أني أتمنى أن يسدد هذا الكتاب أولاً، ويبنى عليه من يستطيع أن يعمل، فكلنا نعمل للآخرة، نحن لا نعمل للدنيا، لا نريد سمعة ولا نريد مردودا ماديا. والحمد لله حتى الإخوة يعني الذين تولوا نشر هذا الكتاب جزاهم الله خير تعاونوا معنا به أقصى درجة التعاون لكي يكون في يعني في متناول القارئ، لما لهذه القضايا من أهمية يا إخوة بعد الممات، ليس في الحياة، بعد الممات. فأعظم شيء عندنا هو الإيمان بالله عز وجل. كل عالم أو غير عالم أو جاهل، أنت لا تقول عالم علشان الإنسان صاحب العقل السوي يشعر بأنه في الإقصاء وأنه لا يمكن أن يفهم إلا حتى يلقنه الكاردينال أو القسيس كما يكون في الديانات الأخرى، لا، الحق ضالتنا. العالم يحتاج إلى من يعلمه ما يجهله، لأنه إن جاءك عالم وقال أنا أعلم ما لا تعلمون فهو شيطان، لأنه لا يعلم ما لا نعلم، الذي يعلم كل شيء هو الله عز وجل. حتى الأنبياء عليهم السلام يأتي الوحي ويأتي الوحي يستدرك عليهم أحيانا، وهذا ليس عيبا، فنحن بشر. فإذا يا أبو عبد الله لا شك أن التعاون جيد، لكن مسألة أن يقال أنت يا فلان لست متخصصا اسكت، هذه أعتقد أنها نوع من الإقصائية التي يجب أن يقضى عليها قبل أن نطرح موضوع الإلحاد. بس سؤالي يرجع براسي عشان أنت يعجبني أنك توجهه للغرب قبل الشرق وهذا جيد، فهل من علاقة بين السياسي والإلحاد؟ هل وجدت تشجيع ما تكلم على العالم الإسلامي فقط، حتى في استغل الإلحاد في العهد الحقبة الشيوعية، استغل الإلحاد. أنا جبت رسالة من لينين مرسلها إلى ديفيد هيوم موجودة، أي ديفيد هيوم اللي هو أكبر الملحدين، شوف يثني فيها على الدين
وجدت رسالة أيضا من ماركس مرسلها إلى رئيس الحركة المهدوية في السودان.